الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر المجاهدون يطلقون الصواريخ التي غنموها من الجيش في جبل أكراد على معقل الشبيحة في عرامة واستربة وبلاطة والقرى الأخرى التي يتمركز فيها الشبيحة بشكل يعيق تقدم الثوار وتحرير المناطق التي يسيطر عليها النظام. عقيل كتيب تحرير الجبلة وينه؟ هاي شامة رد عليك حجي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إصابات الله إصابات 100% بإذن الله كلها ترمي إصابات بإذن الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر جايينك يا بشار أسد بإذن الله بإذن الله نحن أباد القداحة في صفوفهم الكبيرة وإصابات وقتلى منهم كثيرة في صواري القراد الله أكبر الله أكبر أحرار الشام الإسلامية لواء المهاجرين والأنصار وأحرار جبلة يقومون بدك المعاقل الشبيحة في جبل الأكراد ريف اللاتقية. الله أكبر الله أكبر مصطفى حركة أحرار الشام الإسلامية لواء المهاجرين والأنصار بالتعاون مع أحرار جبلة يقومون بدك معاقل الشبيحة